وللمزيد من التعليق والنقاش ينضم إلينا من عمان الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية عصام الملكاوي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عصام. كيف نظرت إلى ما قاله الزعيمان خلال هذا المؤتمر الصحفي؟ صباح الخير لك والمشاهدين. حقيقة أن الاجتماع الذي حصل صباح هذا اليوم في واشنطن يدل دلالة واضحة على أن هنالك رغبة أمريكية للاستماع إلى جلالة الملك وهو الأقرب إلى القضية الفلسطينية، وأن يعني مخرجات هذه الحرب قد تكون لها تأثيرات قوية على الأردن، وبالتالي فجلالة الملك يملك المعلومات التي يستطيع من خلالها تقديم وجهة النظر الأردنية والعربية بشكل عام حول معطيات الحرب وما يمكن أن تسفر عنه الأيام القليلة المتبقية من شهر فبراير حتى دخول شهر رمضان. ويبدو أن جلالة الملك كان لديه نقاط أساسية تم عرضها على الرئيس الأمريكي، لكن ما سمعناه في المؤتمر الصحفي هو عادة يعني فقط للإعلان، ولكن هنالك أكيد أن ستكون نقاط جوهرية تم بحثها في الاجتماع المغلق بين جلالة الملك والرئيس بايدن. لكن أيضا نجد أن خطاب بايدن كانت تشوبه دائما أو دائما يعني يستغل العمل كحالة إعلامية وفيها نوع من الضبابية ولا تنم عن رؤية قائد دولة عظمى يستطيع أن يقول كلمة الفصل ويستطيع أن يؤثر على دولة كحليفة له كإسرائيل. وأعتقد أيضا ما أن الذي جلالة تقصده بذلك سيد عصام؟ هل تقصد مسألة التعامل مع رفح وعدم رفض ذلك بشكل واضح؟ نعم صحيح، هو لم يعطي إطلاقا يعني كلاما واضحا بأنه لا يؤيد هذه الهجمة لإمكانية سقوط عدد كبير جدا أو آلاف من الضحايا، ولكنه قال نحن يجب أن تكون هنالك خطط تضمن سلامة المدنيين، وبالتالي هو يؤيد استمرار العملية العسكرية. هذا التضارب في الكلام، إضافة إلى أيضا أنه أثناء حديثه تحدث عن أننا يعني وبصفة يعني كلام المتكلم يعني ضمير المتكلم أننا ندعم إسرائيل بكل قوة. هذه تدل دلالة واضحة على أنه بمعنى يعني يفسح المجال والطريق أمام استمرار العمليات العسكرية في غزة، وقد تكون أيضا تغاضي الطرف عن الاقتحامات التي يمكن أن تقود إلى مجزرة في رفح من أجل إنقاذ يعني بالأمس رهينتين. وأعتقد أن عملية هذا الإنقاذ تدل دلالة واضحة على حجم الخيبة الأمل الإسرائيلية في أنها لم تحقق أي إنجاز، إضافة إلى يعني ظهور وزير الدفاع مع الوحدة التي قيل أنها وحدة يعني خاصة جدا ليس لها مثيل في العالم، وذهبت وعادت سالمة إلى مقرها. أعتقد أن عملية تحدث المقاومة عن طبيعة هذه العملية سيكشف مدى تضليل والإعلام الرسمي الإسرائيلي لإخراج هذا السيناريو أو هذه الصورة التي اعتبرت نصرا رمزيا، ولكن يبدو أن العملية ستكون الآن عبارة عن ما يسمى بعض الأصابع في صراع الإرادات ما بين طرفي الصراع. ولكن عندما أشار الرئيس بايدن إلى أن الاتفاقية موجودة وفيها بعض الفجوات، فهو يشير إلى إرساله ويليام بيرنز إلى القاهرة للتحدث حول هذه الاتفاقية وكيف يمكن أن يتم تجسير هذه الفجوات في هذه الاتفاقية. يبدو أن العملية هنا متضاربة أيضا، لأن السلوك السياسي عندما يتعارض مع الرغبة رغبة طرفي الصراع
في كل منهما أن يحصل على نصر في معركته التي يسعى إلى أن تكون صفرية، لأن المقاومة عندما تقول وإنه جهاد نصر أو استشهاد فالمعركة بالنسبة لها صفرية، إما الانتصار وإما الاستشهاد. وكذلك عندما يتحدث نتنياهو بأن تحقيق النصر لا يكون إلا باستمرار هذه العملية العسكرية حتى القضاء على حماس كلية وتفكيك ارتباطاتها وقياداتها وإخراجها عن حكم غزة وإخراج جميع الأسرى. هذه الأمور كلها كيف يمكن أن تجسر فجوات هذه الاتفاقية الموجودة الآن في القاهرة والتي سيبدأ صباح هذا اليوم الحديث حولها؟ أعتقد أننا الآن نحتاج إلى وسطاء ذوي قدرة كبيرة جدا على تجسير الهوة ما بين الرؤى الفكرية والعملياتية لطرفي الصراع حول الوصول إلى ما يسمى الاتفاق أو استراتيجية التقارب التي يرضى كل طرف بها بأقل الخسائر التي وصلت وبأكثر المرابح التي وصل إليها، ومن ثم المسافة الفاصلة بينهما هي تكون استراتيجية المقاربة، بحيث يشعر كل طرف منهم بأنه قد ربح جولته دون أن يتم الإشارة إلى الإقصاء الكامل لطرفي النزاع، لأن الوضع الآن هو ليس وضع أشخاص وشخوص معينة وتنظيمات خاصة، بقدر ما هو وجود عامل إنساني بدأ الآن أمام العالم كله. أكثر من 2,300,000 بني آدم يحتاجون إلى شربة ماء وإلى غذاء ودواء. هذا التصريح والإشارة التي ربما تبدو إيجابية من الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق، إلى أي مدى ستساهم في دفع هذه الاتصالات التي أشرت إلى أنها ستبدأ في القاهرة في هذا اليوم، خصوصا بعد ما جرى في رفح أمس؟ يبدو ان ايضا يعني لابد ان اشير الى ان يبدو ان ما طرحه جلاله الملك امام بايدن ليس فقط هو ما يتعلق في غزه، ايضا ما يتعلق بالضفه الغربيه، لانه الوضع عندما يعني يجب ان تؤخذ الامور ككل وليست مجزأة، لأننا نجد الآن أن التعامل مع القضية سواء كان الأمريكان أو الإسرائيليين يتعاملون مع القضية الفلسطينية على أساس أنها قضيتين، قضية غزة وقضية الضفة، وقضية الضفة أصبحت الآن وكأنها غائبة عن مسرح العمليات، ولكن هنالك أكثر من 360 شهيدا حتى قبل أسبوع كان في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 6,000 معتقل دون توجيه أي تهمة لهم، اللهم إلا أنهم معارضين للانتهاكات الإسرائيلية للتجمعات السكانية في الضفة. هذا ما أشار له جلالة الملك، وأيضا لابد من الإشارة أيضا إلى أن هنالك توجه أمريكي ليس واضح المعالم بمفهوم الدولة الفلسطينية، ولكن جلالة الملك عندما عرض مفهوم الدولة الفلسطينية هي الدولة الفلسطينية ليست فقط القابلة للحياة، ولكنها أيضا الدولة التي تعطي الكرامة والهوية الإنسانية للشعب الفلسطيني بما فيها غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس. لكن يبدو أن الأمور ما زالت غير واضحة حتى تخرج علينا بعض التفاصيل التي تمت من هذا اللقاء، ولكن يبدو أن ما ذكرته بعض يعني الصحافة أو الهيئات البث الإذاعي خاصة الإسرائيلي بأن بإدارة بايدن يعني تأخذ منحى مرات يعني جميل ومقارب لما يعني يطلبه جميع الأطراف، ثم تعود بدفعة ثانية وترتمي بأحضان نتنياهو وكأنها لا تفهم إلا لغة إسرائيل ولا ترى إلا بالعين الإسرائيلية وتتكلم باللسان الإسرائيلي. لكن مذكرة توقيع اتفاقية هانسل التي يعني تقول بأن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر عمل خارق للقانون الدولي، إذا كان هذا العمل الذي يمكن أن
يكون قابل للتنفيذ، نقول أننا شارفنا على أن تكون عملية إنشاء دولة لفلسطين قابلة للحياة وقابلة لأن تكون دولة ذات سيادة وليست مخترقة السيادة، والأمن لها وليس لإسرائيل، والتعامل مع إسرائيل ند لند وليس محتل لشعب يحتل من قبلها. أعتقد أننا الآن أمام مفارقات لا نستطيع أن نصفها إلا إذا وشاهدنا كيف يمكن أن تخرج به اتفاقية القاهرة هذا اليوم. سيد عصام الملكاوي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك سيد.